هل الدوري الانجليزي بقى ممل؟ ده السؤال اللي جماهير الكوره ابتدت تساله لنفسها بعد ماتش مانشستر سيتي وتوتنهام امبارح، واللي خلص بفوز مانشستر سيتي 2-0. والفوز ده بيقرب مانشستر سيتي من تحقيق اللقب للمره الرابعه على التوالي والسادسه في اخر 7 سنين من البريمير ليج. جماهير الكوره بتعتبر الدوري الانجليزي هو اقوى دوري في العالم واكتر دوري فيه تنافسيه، لكن اللي مانشستر سيتي بيعمله مخليه الناس تعتقد ان الكلام ده كله مش موجود على ارض الواقع. طب ازاي ده اقوى دوري في العالم ومفيش غير فريق واحد بس هو اللي يعتبر بينافس فيه ومفيش حد قادر يجري؟ يعني احنا مثلا عندنا ليفربول في الموسم التاريخي اللي خسره بفرق نقطة واحدة بس، عمل كل حاجة في الكورة وفي الاخر برضو خسر الدوري. والسيزن ده ارسنال بيعمل افضل موسم ليه، يمكن كمان افضل من الموسم اللي حقق فيه الدوري بدون هزيمة، وبرضو مش قادر يجاري مانشستر سيتي. وده اللي خلى الجماهير تتساءل وتقول مين هيقدر على مانشستر سيتي. ويمكن الكلام ده اللي خلى جوارديولا يطلع في المؤتمر الصحفي قبل ماتش توتنهام امبارح، واللي قال فيه ان لو ده كان ملل او ان مانشستر سيتي بيكسب الدوري بسهوله، ففي فرق اكتر منه صرفت في الدوري الانجليزي وبرده ما كسبتش كل العدد ده من البطولات، زي مثلا مانشستر يونايتد وتشيلسي وبعديهم ارسنال. فدلوقتي في اسئله كتير الجماهير بتطرحها، ومنها هل ان الدوري الانجليزي بقى ممل، وكمان مين الفريق اللي يقدر يجاري مانشستر سيتي. مستنيين رايكم في الكومنتس. سلام.